إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة 23، وتصدر محمد صلاح ترتيب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدف بعد إحرازه هدفين في مباراة ليفربول وكريستال بالاس اللي انتهت بفوز ليفربول بأربع أهداف مقابل 3 أهداف. وجاه ليفربول في المركز الأول برصيد 60 نقطة، في المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 56 نقطة، توتنهام في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، تشيلسي في المركز الرابع برصيد 47 نقطة، أرسنال في المركز الخامس برصيد 44 نقطة، مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 44 نقطة، واتفورد في المركز السابع برصيد 33 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الثامن برصيد 32 نقطة، ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ويست هام في المركز العاشر برصيد 31 نقطة، ايفرتون في المركز ال11 برصيد 30 نقطة، بورنموث في المركز ال12 برصيد 30 نقطة، برايتون في المركز ال13 برصيد 26 نقطة، كريستال بالاس في المركز ال14 برصيد 22 نقطة، ساوثهامبتون في المركز ال15 برصيد 22 نقطة، بيرنلي في المركز ال16 برصيد 22 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز ال17 برصيد 21 نقطة، كاردييف سيتي في المركز ال18 برصيد 19 نقطة، فولهام في المركز ال19 برصيد 14 نقطة، هدرسفيلد في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.